افتى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في المعتده الذي تزوج بغير مطلقها بانها تحرم على الزوج الثاني ان دخل بها حرمه مؤبده معامله لها بنقيض مقصودها وزجرا عن مخالفه امر الله تعالى ومحافظه على النسل اخذا بالمصالح المرسله وخالفه فيها علي رضي الله عنه قائلا اذا انقضت عدتها من الاول تزوجت الاخر ان شاءت تمسكا تمسكا بالبراءه الاصليه. افتى ابن مسعود وغيره ان الزوج اذا ال من زوجته ومضت اربعه اشهر دون ان يفيء اي دون ان يرجع فقد طلقت طلقه بائنه وزوجها خاطب من الخطاب وافتى غيره بانها لا تطلق بمجرد مضي المده بل يؤمر الزوج بعد الفيء بعدها بالفيء او التطليق. احيانا يترك الرجل زوجته اربعه اشهر، الله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا الى اخر الايات. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ان الزوج اذا صنع هذا وتركها اربعه اشهر ثم لم يطاها تصبح قد طلقت منه ويصبح هو ليس زوجا بل خاطب من الخطاب يعني ان شاء ان يبقي على النكاح ياتي بعقد جديد ومهر جديد لكن جمهره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا لا يعد طلاقا بل يؤمر الزوج بعدها اما ان يرجع او ان يطلق. افتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بان المطلقه بائنا لها النفقه والسكنى عملا بقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ورد حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وافتى غيره من الصحابه بانه لا نفقه لها ولا سكنى اخذا بحديث فاطمه. وحملوا الآية على المطلقة رجعيا لأن الله قال فيها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والمطلقة ثلاثة لا رجع فيها يعني لا يمضي عليها قول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهذا القول منهم جعل بعض العلماء يختار القول بأن بها لها السكنة وليس لها النفقة لها السكنة وليس لها النفقة لأن الله قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فقالوا: غير الحامل لا نفقة لها. نلحظ هنا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وأرضاها أخبرت عن أن نفسها أنها لا نفقة لها ولا سكنة. وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس وأبقى على الآية، وأبقى على ماذا؟ وأبقى على الآية، وأن آخرين توسطوا في الأمر، فإنهم جعلوا السكنة دون دون النفقة. والمذاهب بعد ذلك اختلفت كما سيأتي في تحرير المذاهب والمراد كما قلت النماذج من اختلاف الصحابة أفطى بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في من مات زوجها قبل أن يدخل بها وإن لم يكن لها صداق مفروض بأن تستحق في تركة المتوفى مهر المثل ماذا يريد أن يقول ابن مسعود يقول لو أن امرأة عقد عليها رجل وتم العقد ثم مات ولم يفرض لها صداقا يعني لم يعين مقدار مهرها فيقول إن هذا المهر يعين من التركة كيف يعين؟ ينظر في مثيلاتها من النساء كم يفرض لهن عادة فتعطى مثله وقد وافق اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأسلمية حديث المعروف كما روى ذلك معقل بن سنان الأشجعي وخالفه علي أي أن علي رضي الله عنه وأرضاه خالف ابن مسعود فلم يجعل لها صداقا لأن هذه الزوجة لو كانت طلقت ما كان لها من الصداق شيء قال تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إذا كيف نظر علي إلى الأمر كيف نظر ابن مسعود علي رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى الأمر أنه يرى الموت كالطلاق يرى الموت كالطلاق و ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يرى الموت كالطلاق فلما لما كان ابن مسعود لا يرى الموت كالطلاق جعل لها مهر المثل وجعل لها الارث وقد أيد رأي ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بروايه معقل بن سنان الاشجعي وقد جاء في الحديث ان ابن مسعود كبر او سجد لما بلغه حديث معقل بن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه